وصول ديالها مع صباح النور ابتسام. صباح الخير سناء، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم، مشكور على المجهود ديالك ومجيئك للاستوديو بشكل مباشر. انا اللي كنشكركم، كتيحوا لي هذه الفرصه، كنتمنى ان شاء الله نكون كنفع الناس. لا تبارك الله عليك، الفكره كدوز واضحه ومعلومات مهمه، وشحال من واحد يعني كيسمع الفقره كيقول لي والله الا سهلتها علينا ديك الحمد لله. السيده كيقول سهلتها علينا، يعني طبعا سهله بحال بديتي كتحببي الريجيم للناس، لان كنسمعوا الريجيم كتقولي ناري غنحمر غنبعد من هذه ومن هذه. انت يعني عطيتينا ديك الامل اننا نقدروا ناكلوا كل شيء وفي نفس الوقت ما نزيدوش في لي كالوري وما نزيدوش في الوزن. وهذا الاسبوع معك يعني كنحاولوا نتعرفوا على بعض العادات السيئه او الخاطئه اللي كتساهم في الزياده. البارح تكلمنا على النقيب، يعني الناس اللي بين الماكله وماكله كالغرين نوتاج كيغرينيطيو اي حاجه كتدواخ بين السيدات في العمل وحتى المستمعين. اليوم غنتكلموا على حاجه اخرى اللي يمكن بزاف الناس كيقوموا بها، اللي هي الماكله مزروبه. مزروبه نعم. كاينين اغلبيه بزاف ديال الناس كيكونوا كياكلوا مزروبين، الوغ كتجيهم انه هذيك الحاجه ما يمكنش غتكون كتسبب في زياده الوزن. ما تفكرش، ما عملنا فكرنا فيها تبع الحكايه. كاين اللي كياكل في ساعه خاصه يرجع يخدم، واحد اخر لا كتجيه الماكله صافي زعما الا فيتو صافي يرجع يقضي حوايج اخرين، ما كاينلاش يضيع فيها الوقت. كاين اللي كتبقى عنده عاده انه صافي هو كياكل هكاك مزروب 15 دقيقه صافي سال لو بلا ديالو. تما من كيكون مثلا الواحد كياكل مزروب ما كيخليش الوقت للعقل انه بحال يقول يسجل يحلل العمل يسجل ابعد انه راه كلا، حيت هو غير شي شويه مور ديك الماكله يلقى راسو كيقلب عاود على الماكله، فهمتي؟ حيت بحال وزب عليه ما خلاش ليه فرصه انه يسجل يعرف زعما راه كلا، فهمتي؟ هو كلا لي كالوري راه دازو ولكن بالنسبه للمخ ديالو راه مازال ما كلاش. حاجه اخرى دائما كيخصنا شي ثلث ساعة من أول ضغمة درناهم في فمنا باش عاد العقل ديالنا يقدر يصيفط لينا الميساج ديال راه شبعتي. تما داك فاش كناكل 15 دقائق كنكون ساليت، تا كدوز شي نص ساعة كنلقى راسي تقلت، كنقول تقلت في المعد كي درت، فهمتي؟ علاش؟ حيت هو راه عاد وصل له السينيال دابا، هو ما خلاش للعقل ديالو الوقت أنه زعما داك الشيء يخدم كيف ديك ثلث ساعة ديالو ما خلاهاش ليه. حاجة أخرى مثلا كما قلت لك هاد الماكلة مزوبة كتكون الواحد ما كيمضغش بشوية، كي ضغمة مورا الأخرى، يعني كيكون مثلا راه كيمضغ وحدة ويدو راه جايبة الثانية مازال ما صغتش هذيك الأولى. دونك أنا فاش كنمضغ بشوية كل ضغمه درتها في نضغها بشويه، هذاك اللعاب في حد ذاته كيعاون بعدا في الهضم وكيعاون في اني كنشبع في ساعه. دونك اللي كياكل بشوي ما كياكلش كميات كبيره قد هذاك اللي كياكل مزوب. داكوغ، دونك دائما الواحد من يكون كياكل يعطي الوقت للماكله ديالو يجلس يرتاح وياكل بشويه عليه. حاجه اخرى كاين مثلا اللي كيكون كياكل وهو مستريسي بحاجه اخرى، كيدير مثلا غير مال بيسي كياكل بيدو تيليكوموند في يد، كاين اللي كتلقاه لي اس ام اس كيما واحد اخر كياكل واقف، فهمتي؟ ما كيركزش. دونك خاص الواحد اذا انت الواقف والجالس كاين فرق. كاين فرق. تما كي قلت لك اي شويه غتقلبي على الماكله مره اخرى، حيت عند بالك لا ما كليتيش، الوغ كو من كتجلسي وتكالماي وتاكلي بشويه عليك كتلقاي راسك غدا مزيان. ها حاجه اخرى، عاود كاين العيالات اللي لا هي كتاكل وجلس انت اصلا انت علاش درتي هذيك نوجي، انت كتبقى مستريس يعني شي مره كتكون ضروري، ولكن الواحد يعرف شويه ينظم راسه، فهمتي؟ ما تكونش راك كل غرفه انا فين ما جلست ناكل نفس ستريس نفس الاعصاب نفس هذه، كتلقى راسك شويه كتقلب على الحلاوه. السيدات اللي كيكونوا عندهم وليدات صغار من اللي كتجلس ويا حيد عندها اجي تاكلهم قبل وتحيدهم بحال هكاك. ولا كاين مثلا اللي كتكون من كيجلس اطابل ما كيبقاش كيجلس كيسالي، لا مثلا خاصه شي حاجه في لاكوزين ينوض يجيبها، مشى جاب فرشيطه جاب موس هو خاص طبصيل خاص هادي، دونك فين ما ناض رجع كيبدا كياكل من جديد. من جديد هنا كتلقى الناس كتقول لك انا ما كنركزش مع الماكله وكنزيد في الوزن. ما عرفتش منين دازت ليا، ولا كيقول لك ما عرفتها منين دازت، فهمتي؟ شويه كيلقاسو كيقلب على الماكله عاود لا انا نحاول نحط كل شيء في الطبله وعاد اللي نجلس ناكل. كاين عاوتاني لا اللي هي عنده عاده انه خاصو ضروري ينوض واخا الله يجعل يحل الثلاجه يبقى يشوف فيها ويرجع. كاينين هاد الحالات كيكون كياكل كينوض كيحل الثلاجه كيبقى يشوف فيها كيعاود كيرجع ياكل، فهمتي؟ تما هذيك النوضه نطي ورجعتي
كتعاودي تبداي الماكله من جديد وما كتاكلي الكميات كبيره وما كتخليش العقل ديالك انه يستوعب انك كليتي هذاك الشيء. دونك السعرات اللي دازوا للذات ديالك راهم كثار وانت بالنسبه لك لا مازال ما قنعتيش واش انت مازال باغا تزيدي. كاين عاوتاني هنا كيفاش خصهم دابا مثلا لان كنهضروا على ولف او ابيتود شي واحد مثلا في عمره 40 عام ولا شي واحد في عمره 20 عام يعني واحد 20 عام هو تياكل مزروب كاين اللي ما في خبروش. انا شخصيا المعلومه ما عمرها ما كانت في خبري ان الماكله بالزربه يعني كتساهم في الزياده في الوزن يعني كيفاش واش غي طبعا قلتي ما خش الهضره في الماكله ما خش لا ماشي ما يهضرش المهم يحاول يركز في الماكله ما خصوش يتحرك بزاف وحتى الهضره كنظن انا الا بديتي كتناقشي شي مواضيع في تقدر راه ما غاديش تحسي بالماكله كتبقاي كتكلمي مع الشخص اللي معاك كتغيبي انك كتاكلي كتولي كتناقشي الموضوع وكتخشي ديك الدومه ما عارفاش كاع شحال من خطره كتسالي الماكله كتقولي والله ما قلت على الماكله معاك ما خليتيني كاع نركز في ماكلتي. يعني الناس كيفاش خصهم يتعلموا ياكلوا بشويه حيت بدون شعور كتلقاي راسك واخا دايره ديك الضمه وانت كتنضغي بشويه اليد اليمنى ديما سابقات لديك اللقمه الثانيه. وهي الا حاول الواحد يديرها في باله ولا مثلا يحط الساعه حداه ولا كاين اللي لا كيدير هكا كيحط الساعه قدامه باش كيتفكر والله خاصو ياكل بشويه باش كيكونترولي يعني يحاول يتفكر اما فهمتي غير هو تكون عنده لا فولونتي انه باغي ياكل بشويه تما شنو ما عندهاش شي حل اخر واش فهمتي ولا مثلا اللي كياكل الا فورشيت ياكل مثلا طغمل ولا يحط الفورشيت تيمضغ عاد عاوتاني يهز فهمتي بحال هكا بشويه وصافي ما عندهاش. يعني انك تلقاي راسك كليتي كونتي تقليله كتاكلي قل تلقاي راسك كتاكلي قل هذه كاع الناس كيلاحظوها وكتشبعي اكثر وما كتلقاي راسك قنعتي بداك الشيء اللي كليتي فهمتي ما كتبقايش تقلبي على الماكله من بعد. كاين عاوتاني اللي لا كتقول لك انا كناكل مزروبه حيت راجلي كياكل مزروب ولا شي وحده خوتها دراري كتقول لك لا هما كياكلوا كتعاند ولا غتقاضى الماكله كنقول لا خذي اسيت عزلي في هذاك الشيء اللي غادي تاكلي ولا اللي عندها الدراري بزاف مثلا تاخذ شي طبسيل هي تاكل معاهم اون فامي مي تاخذ طبسيل هادي تحط فيه لاغاسيون ديالها من كل حاجه حداها الخبيز ديالها حداها كل شيء دونك هضات ولا الاخرين كيسبي وهي كتحيد الريتم ديالها فهمتي نط مع الدراري شي حاجه كتبقى المهم عقلات على ديك الكميه اللي كلات من الماكله فهمتي ماشي هي ديك طبسيل واحد وداك الشيء كله مشوك تتما ما كتعرفش راسها اشنو دارت كتبقى ديما كيف عند بالها لا راها ما كلاتش وما كتعرفيش شنو مازال شي نقطه اخيرا نختموا بها اخر حاجه نقول الواحد يجلس وياكل ويتكلم ويتبنن داكشي اللي كلا وصافي. تبارك الله عليك ابتسام شكرا لك على النصائح ديالك وانتم سمعتوا مستمعين الناس اللي كيفطروا دابا فطروا غير بشي وخا نكونوا مولفين السرعه نحطوا كويزي الاتاي ولا قهيه واحده انا بشويه وطريب ديال الخبز زويته على حسب شنو عندنا وبشويه بشويه نتبنوا الماكله ونحسوا بها فين غدايا كابتسام. شكرا ليك بقاو معنا.